تقريبا بلشت خلاص فرق من البندوره. سيدي راح ليش بدي منك؟ شو بدي منك؟ تتاكدي لي اذا اللحمه ضابط برندا. اي حاطتها بالبرندا وهي طريه. بدي اعمل الصوص. اوكي خلينا شو نعمل هلا؟ نضيف البصل. بس ما بتحبه لزوجك؟ طليقة مو شوفان الثاني طليقة سرحان. سرحان ما بتحبه لسرحان. جوفاني. ايوه بتحب جوفاني حبيبه الاول، هذا الاول والاخير، لانه حتى يمان طالع لجوفان وهي بتحبه لجوفان، عشان هيك بتحب لنا يمان. عشان هيك بتحب يمان. خليني شوي هيك دوب البصله بدها زياده زيت. شوفان البصلة هيك تتغرغر راحتها، تتقلع راحتها. شايفين هاي؟ هلا هي حسب الرغبة. تمام. دبس فليفلة بدي احط معلقة كمان دبس فليفلة. في دبس بندورة، رح ضيف دبس بندورة ودبس فليفلة والبندورة نفسها كمان. شو بدك؟ شو عمرك؟ شو بدك؟ أنا؟ أوكي بدنا كمان فلفل وملح وسبع بهارات كمان. هول البهارات بحتاجهم اللي هن ملح و فلفل وسبع بهارات. البندورة خالصة منه. ايه اوكي هلا حضيف البندورة الفريش اللي قطعناها. دبس فليفلة تقريبا معلقتين هيك شيء. سيليا والله ايش بدي خلصت من ايش بدي سيليا والله ايش بدي خلصت من البندورة. بضيف كمان شوية زيت. اوكي بعد ما خلطتهم شوي مع بعض حضيف الملح سبع بهارات. كمان فلفل اسود. وعلى فكرة انا ما رح اطبخها على النار طبخة كاملة، لا، لانه اخر شيء بدي احط الصينيه كمان بالفرن، فهي بتنطبخ على الاخر لما بدي احطها الصينيه بالفرن اخر شيء. يعني فيكم تقولوا يعني بطبخها نص طبخه للصوص. هلا حريت بعد ما ضفت الملح والفلفل وسبع
بهارات. انا فيني احط ناجي كمان بس خلص يعني ما بدي احط ناجي هلا ويقعد ما يدوب. بتطلع مثلا بالنعمه الناجيه مثلا؟ لا انا ما بحب شغل الشفاط كثير بسراني. البيركس الكبير وتعي انت كملي. ايه ليفي ليفي امي عند اهم شيء ليفي. يا ايدي بوظت انا حاليا. ديري بالك ما تخافوا ما تخافوا. ماما ليه غلط؟ بلاستيك اللي فوق على فكره. سيدرا سيدرا بدي اسالك سؤال. عندك مشكلة تذوقي اللحمة وهي نية؟ ايه مو هلا بس. لا ما عندي مشكلة. اوكي بدي اياكي تذوقيها اذا ناقصها ملح فلفل سبع بهارات زيت. تعالي لك كيف صار تبوس والله. بدك فيني شوي زيت اونا هذا؟ ايه اونا اونا؟ ايه بدي فيني شوي ما عرفت بس ليش اونا؟ لانه مو لازم نزل زيتون؟ لا صح نحط نطبخ بعدين. طب بعدين خلينا نركب. صح تجربة طبعا اذا رجعنا شفنا. على فكره بلشت ذوب لك اياهم انا ها. بتعرفي ايدي بوز هلا؟ عم بتوجع قد مو باردي؟ نعم. الله بس الريحه كثير ريحه اللحمه لما بتضيفوا لها توم بتختلف. بتعرف الشهي؟ الشهي تشهاي. يلا. انا لبين ما انتي تخلصي سيدرا تعي بلشي بجيلي اياها اكثر لانه الساعه هذول ما داعي. اوكي انا استلمت المهمه بسرعه. ايه بعمليهم منيح منيح.
طيب اللحمه. هلا انا بدي احط الصوص الدجاج. شايفين هون الصوص صار عنا جاهز، صير متأكدة انه اللحمة كلها خلص صارت انه طيبة. مو طيبة قصدي، ما عاد فيك ممتلجة، كلها اندمجت. خلص معناتها هلا شو لازم نعمل؟ لازم نكبكب اللحمة. ورجيني اللي معك كثير كبيرة. لا قيمي نصها. بحاول اسويها. هي عم تلزق وين؟ بنكبكب اللحمة. هيك انت. ايوه بنكبكب اللحمة وبنحطها في قلب الجاط. عم تلزق بايدي. شو لك ساوية بايدي؟ شو؟ ما دخل على فكرة هي، لأنه اللحمة فيها ممكن دهن. هيك شو؟ ألو؟ بابا؟ فين تطلع؟ ليش ما خبرتني؟ يا معلمي أنا خيري. عمي خيري؟ اللي شو صار؟ أبي منيح ما هيك؟ يا بتعرفي ماني منتبهة؟ شوفي أبوك هون. يا الكف مشقوق. أوه ماي جاد. أنا أصلاً قريب منك عمي خيري. منكبكب هلا منكبكب. كبكبي معي؟ ها؟ رح تكبكبي معي؟ ولا أقول لك عادي خلص أنا بعمله لحالي، بس هلا شو بدي منك؟ طلع لي كل الأغراض يلي بالفرن، لأنه فورا بس خلص بدي أحطها بالفرن. الصينية بس. هاي الحل هاي بس السودا لازم نقيمها. شغلي من تحت، بدي احطهم ربع ساعة من تحت وربع ساعة من فوق، لأنه أنا عندي الفرن ما بيشتغل مع بعض من فوق ومن تحت. يعني هيك تمام. حاسة هالمرة كثير حتطلع طيبة. اللحمة ما بعرف شو؟ ما بعرف شغلة. ما بتعرفي تشغلي الفرن؟ لا مو هاد. يعني مع ست جبنة شغليه من تحت. وين؟ يعني هون. هاي من فوق. ماكس من تحت. شغلي هلا. ايش حتى ليش؟ هاي شغل من تحت. سكر الفرن شوي اشتغل من تحت. ايه بس ما ببين عليك. انتبهي اذا بدك في فتحات انتبهي منها اكثر. خليكي والله عم تتاكدي لانه هو بيفصل. لا لا خلص هلا بس خلصت حدخل الصينيه فورا بالفرن. اخيرا يا جماعه خلصت صينيه الكباب الهندي الخرافيه اللي انا عملتها. هلا يعني اخر خطوه اللي هي حطها بالفرن. اوكي هون تمام مناسب، يعني حتكون بالنص لانه مثل ما قلت لكم. بسم الله رح خليها ربع ساعة من تحت وربع ساعة من فوق. هلا لبين ما تستوي على الخالص فأنا بكون حضرت الرز. حعمل رز بشعيرية بس بالرز القصير هالمرة. حط 3 كعسات رز، يعني حتى لو زاد شوي عادي. الرز
ما بدي اياه ينتقع منيح، بدي بس اغسله وبلش فورا اطبخ الرز. لانه لبين ما اطبخ الرز ويستوي يعني بتكون خمسة طبخ. انا كثير جوعان، يعني عم سوي الطبخ من قلبي، عم بتنن فيه كثير، يعني كثير جوعانه وحابه اكل شيء يطلع طيب. سيسي شو رايك تيجي تكملي تغسلي بس مشان انا احط شعري عنا؟ حطيتي كريم على وشي؟ ايه صحيح، فينا نحط لها كريم لانه هي حتى من وشها مقروصه. حلو يا عمي.